مساء الخير ومرحبتين بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة، حلقة يوم الاثنين من برنامج يومك، مواضيع مختلفة وأكيد أحاديث أخرى. أكيد عبير، مساء النور ومساء الخير لكل الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا. حلقة جديدة من برنامج يومك، هذه ثاني حلقة الأسبوع هذا. أكيد زي ما قلت يا عبير حتكون عندنا فقرات وحتى ضيوف حنستفيد منهم أكيد في موضوعاتنا اليوم. ما تنسوش تبعتونا كل اقتراحاتكم وآرائكم حتى تتفاعلوا معنا، وأكيد تقدمونا كل المواضيع اللي حابين نناقشوها في برنامج يومك عن طريق صفحة البرنامج اللي أكيد هتطلع على الشاشة بعد شوية، اللي هي صفحة الفيسبوك. قلبت الاسم من دروس الحياة والله العظيم. دروس الحياة. دروس الحياة. يعني زمان وأنا صغيرة لما نسمع الكبار يقولوا بأن الحياة تعلم أو فيها دروس عديدة ما كنتش نصدق، نقول أعتقد الدروس كنت فقط إن هي في التحصيل العلمي في الدكتوراه أو الماجستير أو في الثقافة العلمية، يعني الدراسة، مجال الدراسة. لكن لما كبرت اكتشفت العكس، بأن الكلمة في يعني بكل ما تحمل من كلمة صحيحة جدا، يعني الحياة تعلمك الكثير والكثير والكثير. في حاجة نتعلمها بعد فات الأوان، وفي حاجات تضل معنا نتعلمها في وقتها. وكي ما فيش حاجة اسمها ما نعرفش، في وجهة نظر يعني عبير، ما فيش حاجة اسمها تعلمناها بعد ما فات الأوان. شوفي حتى لما نغلط ونتحاسب على أخطائنا، فلو ما كناش غلطنا ما كناش تحاسبنا، لو ما تحاسبناش ما كناش حنتعلموا ان الشيء هذا غلط. فبالعكس يعني كل شيء لما يجي انا نعتبر فيه انه هو فعليا جاي في وقته، وكل حاجه لما تصير اكيد لها سبب، واحنا نطلع بنتيجه يعني واحنا نطلع بنتيجه في الاخير مهما كان الشيء هذا ضرنا ومهما كنا احنا تأدينا منه. لكن جد الحياه تعلم الكثير، ربما تعلم فيك حاجات انت ما كنتش مكتشفها في نفسك، تعلمك فيك صفات جديده، تعلمك انك كيف تتعامل مع الحياه، مع تجاربها، مع مواقفها، مع كل شيء ما يدور حولك. فبالتالي انت الحياه تصنع منك إنسان آخر، إنسان أفضل من اللي كنت عليه، أو من ممكن تشوف بأن العلم كل شيء في الحياة. العلم أكيد أساس أكيد ومهم وكل شيء، لكن حتى الحياة بصراحة لها تعاليم خاصة. أكيد عبير، في بعض الناس قاعدين يربطوا في موضوع دروس الحياة بالأشياء المادية وبالخيبات والأشياء اللي قاعدة تصير في الحياة، فيقولك هذه لا، هذه دروس. بالعكس، هي الحياة تعلمنا كل شيء، يعني حتى تعاملنا مع الناس هذا درس تعلمناه من الحياة. احنا تعلمنا شيء في حياتنا لما طلعنا للدنيا، لقينا ناس ثانية مختلفة تماما غير أهالينا، فاضطرينا نتعلموا كيف نتعاملوا معاهم، كيف نتعاملوا معاهم، ودرنا ستايل خاص بنا كيف نتعاملوا معاهم، اسلوبنا في الكلام، هذا كله يندرج تحت. شنو علمتك الحياة؟ علمتني اني ما نقولش في مكان، يعني مهما كان طبعاً. مهما هيك ما نقولش، مش طموح في حد ذاته، لكن وصلت لقناعه في مرحله في السنين الاخيره، مش بعد ما فات الألوان، يعني مش بعد ما فخشت 30 خلاص بدات تفيق، لا قلت انه خلاص وانا فاتني الوقت، لا بالعكس، انا تعلمت مع كل ما نزيد في العمر وهيك، كل ما لازم نزيد نلحق الشيء اللي نبي نوصل له. يعني البنادم اللي يوقف في مكانه ويقول لا خلاص خلاص حياته انتهت، نتصور حياته انتهت ومش حيستمتع يعني بالحياه وسواء بشغله سواء حتى بعلاقته بالناس، ما عادش لانه ليش خلاص هو قاعد بس يفوت في وقته وخلاص. انا نقول دائما بان الحياه حلوه بكل مراحلها وبكل تجاربها، خاصه كل ما نكبر في العمر زي ما قلت، تعالي النضوج يزيد العقل، اكيد يتنور اكثر، فكل الامور تصبح اسهل وابسط في الحياه. بالضبط، دروس الحياه دروس حلوه هلبه وممتعه، اقل ما فيها ان هي مش حاجات محضه مش كلها، فمن حاجات توجع هلبه، لكن حتى اللي يوجع نقدر نقلبوه بطريقه او باخرى لحاجه تقوينا وتخلينا نوقف على رجلينا مره ثانيه. كل طيحه مش كل طيحة، خلينا نقول كل سفرة تعلم الأحداقة، كل حاجة نجربها وكل درس نتعلموه أكيد حيعلمنا أشياء ويخلينا نغيره في نفسنا أشياء أكيد للأفضل، حتى نظرتك للحياة ولتصرفاتك ولأفكارك ولكل شيء يدور حواليك. هذا كان موضوعنا الافتتاحي معكم ومشاهدينا، ما زلنا معكم وفقراتنا متواصلة، ولكن حنمشي لقضية جديدة في فقرة الزوايا.
طبعا عبير انت من سبها وعشتي في طرابلس، تعرفي ان الاثار اللي موجوده والمكانات الاثريه المدينه الاثريه وحتى لالورا والحاجات هذه اللي بنت في ايام الطليان في وسط طرابلس بشكل عام حاجات حلوه هلبه والبنادم يستمتع لما يشوفها، لكن للاسف ديما لازم تلقي منظرها متشوه. ليش؟ لان في ناس ما عندهمش مسؤوليه قاعدين يرسموا ويخربشوا على الحيوط بشكل كبير. يعني اعتقد بان المظاهر السلبيه التي نراها في اغلب المدن الليبيه زي ظاهره الخربشات على الجدران واللي اكيد تكاد تكون من اكثر المظاهر العبث الغير المحببة في بلادنا علي. أكيد عبير، طبعا الموضوع هذا حنتكلم عليه أكثر مع واحد من الناشطين في العمل هذا اللي هو سيد عبد الله موسى الناشط المدني، هو من مدينة غدامس طبعا، وحيكلمنا أكيد عليه. مدينة غدامس نعرفه كنا إن هي إن هي مدينة غنية هلبة بالآثار وفيها كم كبير من الآثار وهيك، لكن في نفس الوقت الآثار هذه تعاني من نفس المشكلة اللي موجودة في كل المناطق الليبية. يعني أعتقد علي هي ثقافة عامة لما تعود بالضبط. إنك أنت تعود طفلك أو تعود المواطن هو يقيم مثلا أي شيء ربما على الأرض أو هو يحافظ أو يستمتع برؤية كل شيء ما هو جميل في مدينتك، أعتقد كان الموضوع حيكون أفضل مما عليها إحنا اليوم. لكن في السنوات الأخيرة بدأ في نوعا ما من الاهتمام هي طبعا مجهودات ذاتية أو شخصية وشبابية زي ما نقوله، الدولة ربما بعيدة كل بعد عن هذا الموضوع. صح، في من الناس يعني في من الناس ربما يعتبروا كلامنا هذا ان احنا لا ان انتم قاعدين تتكلموا وقاعدين تقمعوا في المواهب، خاصه السنين الاخيره مثلا فن الجرافيتي بشكل عام اللي هو الرسم على الجدران انتشر. لكن احنا مش ضد الفن هذا، بالعكس هو حاجه هلبه كبيره لانه هو صوت اللي ما عندهاش صوت. تخيلي بنادم يطلع يطلع يكتب شنو يبي على الحيط او يرسم شنو يبي ويوصل اللي هو يبي، هذا بالعكس حاجة ندعموها بشدة، لكن لها إمكانات معينة لها قوالب معينة، مش أي حاجة قدامك إنه خلاص تكتب عليها وهيك. وإحنا عانينا منها هلبة الموضوع هذا في فترة 2012 2013 وغيرها، يعني خاصة في السنوات اللي بعد بدت الدنيا متشوهة بشكل كبير، يعني من التشوه البصري اللي بدنا نشوفه فيه من الأشياء. حتى على اليوم ممكن موضوعنا عن الخربشات، يعني الآثار في ليبيا وأكيد كل ما نملك من مشاهد جميلة أو مناظر جميلة في ليبيا ربما كلها في زي ما نقوله في فئة الإهمال، لكن أعتقد الموضوع يكون مسؤولية اجتماعية على الجميع، على المواطن، على الصغير قبل الكبير، على الدولة، على المؤسسات الخاصة المعنية. لو تكاتفت أنت تخيل لو كل هذول الناس تكاتفوا مع بعض أعتقد البلاد حتكون أجمل صورة من أجمل الممكن. صح، هي المسؤولية الكبيرة تقع على مثلا الشرطة السياحية والناس المختصة بالأشياء هذه، لكن في الوقت الحالي احنا نعرف البير والطا بنعرف وضع بلادنا كيف صعب، علاش ما نبدوش من ارواحنا ومن انفسنا واحنا نساعدوا في الاشياء هذه. يعني كنا تقريبا نحلم بدولة تكون سياحية وديما نقولوا ان احنا عندنا لكن مش قادرين نستثمروا، لكن في نفس الوقت احنا نفسنا مش قادرين مش عارفين نحافظوا على اللي عندنا ومش عند غيرنا، وهذه مشكلة كبيرة عبير. يعني مش حنقول مبادرات ولكن هي الأفكار الجديدة للشباب لبعض المنظمات المجتمع المدني اللي تحاول تخلي صورة أي مدينة أو مدينتك أو محيطك يكون في أفضل صورة موجودة. مبادرات شفناها عديدة وأفكار شفناها عديدة، أعتقد غطيناها كلها في برنامج يومك واليوم حتى هو من ضمن موضوعنا. هذه تدل بأن في ناس خيرة، في شباب خيرة تحب البلاد تحب مدينتها تعشقها، فبالتالي هي تخاف على الوطن وتخاف على المدينة اللي هم ينتموا إليها، فهذا نوع من الانتماء والانتماء كبير جدا. بالضبط. طبعا هو سيد عبد الله احنا نحاول نتصلوا به توا قاعدين، لكن المشكلة ان يقولون الشباب ان هو خارج تغطية. احنا مقدرين الموضوع هذا لان هروب الضي وانت عارفة الوضع عبير وانتم عارفين حتى انتم المشاهدين اللي قاعدين تشوفوا. فلحد ما يرجع معانا السيد عبد الله نطلعوا فاصل او نمشوا فقرة ثانية. نطلع فاصل ونرجع.
نصيحة للشباب، ثقوا في إمكانياتكم، ثقوا في قدراتكم، كونوا محظوظين. الحظ يكتسب بالعمل، يكتسب بتطوير المهارات، بالتدريب. وخلوا عندكم إيمان كامل بالله، فكروا، أخلقوا مشروعات جديدة، أخلقوا أفكار جديدة، شوفوا شن السوق محتاج، شوفوا الأفكار اللي برا وطوروها ودخلوها لبلادكم. أبدأ صغير وفكر كبير، خلي طموحك كبير، بالإرادة، بالصبر، أعطي وقت لمشروعك. مع الوقت تلقى روحك أسست شغلك الخاص، أسست علامة تجارية محلية تقدر تطلع بها حتى للعالمية. بلادنا محتاجة لسواعدكم، لأفكاركم، لقدراتكم، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. يومك. قبل الفاصل كنا نتكلم عن الأفكار الشبابية اللي دائما تحاول إن هي تحافظ على البلاد بشكل خاص. المرة هذه في زي ما نقولوا فكرة هي تقام لكل مرة، يعني مرة في السنة، من أهالي بلدية تخدامس، وحناخده مراسلنا ياسين الحطماني. مساء الخير. جاء معنا السيد عبد الله موسى. عبد الله موسى، أوكي. معنا الأستاذ عبد الله موسى وهو ناشط ميداني. مساء الخير. مساء النور أخي الكريم، أحيي بكم ولكل السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بكم، سعيد جدا معكم اليوم. الله يخليك. واحنا اسعد سيد عبد الله. طبعا القناه قبل شويه خرج تغطيه، فكنا حنفقد الامل، عارفين ان احنا وضع الكهرباء بالزبط. وغيره يعني. اهلا وسهلا بك معنا. صحيح للاسف. ايه سيد عبد الله، خلي للاسف بالفعل. ايه سيد عبد الله، خلينا نبدا في الموضوع، يعني بما ان في تو تغطيه وقادرين نسمعوك كويس، يعني هل المفروض ان احنا نخاف ونشبحوا بجديه لموضوع حماية الأثار والأماكن الأثرية، سواء من الكتابة أو الاهتمام بنظافتها بشكل عام، ونخلوا الموضوع مسؤولية علينا إحنا؟ بفعل الأخ الكريم وفي الكريمة، هي مسؤولية اجتماعية أو مسؤولية تكافؤ، سواء بين المجتمع وبين الجهات المسؤولة. حقيقة مثلا زي المبادرة اللي درناها احنا، اللي هي تم إزالة الكتابات العشوائية والمشاكل من قبل الزوار والسادة المواطنين، فهي حقيقة للمحافظة على آثار جماله وجمالية المنظر، هي مسؤولية اجتماعية أو مسؤولية كاملة، سواء كمن احنا كمواطنين أو كنشطاء وأيضاً كمسؤولين. نحن نعتبر مجتمع مدني أو نشطاء ميدانيين، علينا نحن عندنا ممكن حاجتين أو وسيلتين، هي وسيلة التوعية ووسيلة المنع، يعني وسيلة المواطنين وتوعية الزوار بأهمية الأثار لما تكون جميلة وأهمية المحافظة. وأيضاً للأسف أيضاً نحن ندير مبادرات، المبادرة اللي درناها اللي هي لما نشوفوا مثل الخربشات ما نقولوش مثلاً لا. حابة نسألك سؤالي بخصوص الخربشة، يعني نعم أستاذ عبد الله، حابة نسألك بخصوص هذا الموضوع، موضوع الخربشة، ليش ركزتوا بشكل كبير على موضوع الخربشة؟ هل إنه موجود بكثرة في أغلب مناطق أو مدن خدامس؟ للأمانة هي موضوع الخربشة والخربشة هي ربما هي موجودة حاليا وهي سبب التشويه، هي السبب، يعني لما نقول حاجة ملموسة، حاجة يشوفوها الكل بالعكس بصري للزائر الكريم او المواطن الكريم. ولاحظنا موجوده في اكثر من مكان، يعني في المدينه القديمه في مدينه الرباط لاحظنا موجوده في اكثر من مكان، فنحن ركزنا عليها كل سنه مبيحه بجوده ميدانيه، نشوفوا اي جهه اي مكان او اي ادق زي موجود بعد هذه المبادرة هذه للمحافظة على إزالة الخربشات هذه، للمحافظة على صورة المدينة القديمة. طيب انا عندي سؤال هنا، او مش سؤال، هو استفسار، لان الاماكن الاثريه عاده والحاجات القديمه
في لها اهتمام خاص مختلف على أي مكان ثاني. اليوم أنتم كمبادرة شخصية وكمجموعة شباب أنتم طالعين قاعدين تديروا في الموضوع هذا بمجهود شخصي، يعني كيف الآلية اللي تنباه الموضوع؟ هل أنتم عندكم دراية بكيفية التعامل مع الأثار هذه والأماكن الأثرية؟ كيف تحولوا الكتابة من غير ما تشوهوا الأساس أو المادة الأساسية؟ سؤال مهم جدا جدا اخي الكريم. احنا هنا هالمبادره هذه يديروا فيها دائما تنسيق مع المدينه القديمه، واحيانا حتى المعدات، حتى المعدات هم يعني دعم فيها بالمعدات، مثل طبعا زي ما قلت احنا ما نديروش مثلا بسلاح تاع البيوت العاديه، لا نديروا مثلا بجبس بحاجات خاصه بالمدينه القديمه. احنا طبعا شرنا في المدينه القديمه وقسمنا الطريقه واليه كيف. احنا مثلا الخربشات الموجودة خربشات اخي الكريم مش خربشات، قيمه الكتابات قديمه منذ القدم، يعني هل لازم المحافظه والصهاع؟ لا لا، هذه الخربشات حد يكتب بالحجارة يكتب او بالخربشات العاديه بالزرماء تلفون يقولوا تحمل، مش حد يكتب اسمه، يكتب اسمه الفكره باي طريقه او اسماء رؤيه اثناء هذه هي جدران المدينه القديمه باللون الابيض. زي ما هو حد يخربش فيها الاسود، يكتب اسمه ذكرى مدنيه فيضيع كل جمال تاريخ المدينه، فهذه تشويه. نعم بالضبط. هي طبعا في خربش كتاب، هي الكتابات الاساسيه اللي موجوده، الكتابات هي الكتابات الاساسيه الموجوده في اثار المدينه القديمه، هذه ممنوعه، هذه تعتبر من الاثار. صح. نعم. طيب استاذ عبد الله، يعني نعلم بان كل مدينه في ليبيا تتميز بشيء معين يميزها، سواء كان في تقاليدنا او عاداتنا او حتى في الاثار. هل وصلتم هذه الرساله او هذه النشاطات الى المدن الليبيه اخرى حتى تصبح كل المدن في يعني زي ما نقول منظر جمالي موجود في ليبيا؟ فبالقيمة وصلنا حولنا حتى لما بدنا المباحثة سواء العام الماضي العام الحالي، حتى بدنا عن طريق الفيسبوك، عن طريق صفحة الفيسبوك لما نزلنا المباحثة وصلنا إلى توجيهات سواء مواطنين أو أستاذ الزوار أي مدينة مدن أو ضغط مدن بالحجر وبالمحافظة على جماليات المدينة المدن الأساسية، كل المدن الأثرية في ليبيا، بحيث الحمد لله نمتلك في ليبيا يعني كنوز من الآثار الجميلة سواء لبدة، شحات، القمص، الكل يعني صبراته، فليش ما حافظوش عليها؟ يعني هي نحن نزورها ونستمتعوا بها، يعني تكون مشهورة فيها. كمان نحافظ على آثار جمالياتها القديمة، فقلنا رسالة عن طريق صفحات الاجتماعي حتى وسائل الإعلام زي وسائلكم الآن كورينا تسليطكم الضوء على هالظاهرة هذه. طبعا سيد عبد الله هذا الموضوع مهم هلبة، واحنا نتمنى انها تكون معنا حتى في ايامات جايه نتكلم بالتفصيل على موضوع حمايه الاماكن الاثريه، خاصه في غياب زي ما قلنا قبل شويه المؤسسات الجهات المعنيه والمؤسسات اللي لازم تقوم بالعمل هذا، فرمت على عاتق المواطن انه هو يزيد شيء اضافي انه هو يحافظ على الممتلكات اللي في منطقته. شكرا جزيلا لك سيد عبد الله موسى على وجودك معانا وانك انت كلمتنا على الموضوع هذا. شكرا لك استاذ عبد الله دائما على متابعه هذه المواضيع او هذه النشاطات اللي موجوده، ربما هي مش معروفه على العلن، يعني كل اشخاص معينين يشتغلوا في هذا الشغل وهم حابين بارادتهم يعني، ولكن بصراحه يستحقوا كل التقدير وكل الاحترام وكل المحبه، لان عندهم انتماء كبير وعندهم او عارفين عارفين يعني نعم اكيد ليبيا ونعم اكيد خيراتها ونعم كل المدن ومقدرين هذا الشيء فيقوموا بهذا العمل، فتحيه لهم والمكان اكيد، ودعوه للناس الثانيه في المناطق الثانيه ان هي تدير زي ما يديروا ونحاولوا لو كل واحد دم مدينته من شارع من هيك اكيد بلادنا احنا مش حنكون محتاجين لحد واحنا حنقيموها يعني. مظبوط عبير، حنمشي توا اللي يكون انت حنمشي محطة جديدة وموضوع يكون جديد. انت معك انت فكون انت مع عبير. فقرة كون انت اليوم اخترنا موضوع ربما مش حساس لكن موجود فينا كلنا يعتبر، يعني كنا نمر في حياتنا بالعديد من المواقف وايضا حتى القرارات اللي نفكروا فيها، احيانا نحللوها ونفسروها زي ما نبغوا او حتى ربما ناخذوا لها منحى اخر، منحى ساعة
سلبي في حياتنا، زي مثلا او من خلال تلك المواقف عالي دائما تكون او تنتج عليها مشاعر سيئه، أنا ربما نقول عليها أن هي مش سيئة، هي طبيعية جدا، للغضب التوتر وغيرها اللي كل هذه المشاعر تسيطر على حياتنا سواء كان حتى في حاضرنا أو حتى ربما في الماضي وموجود معنا هذا الشعور يعني. أكيد عبير، طبعا هو الأسبوع الماضي أنت اخترتي موضوع حدثونا وهربتي اللي هو النوايا النوايا الحسنة وكي، فأنت طبعا كنت مريضة ما أنسيت ما قلت لك شيء بداية الحلقة يعني الحمد لله سلامة. كان موضوع حلو هلبة وبشرة الأستاذة بشرة بالفعل يعني معنا بعد شوي. كانت حكيت لنا عليه بتفصيل وخلتنا نميزه بين الموضوع هذا. فموضوع اليوم نعتقد أنه هو مترابط بشكل كبير مش شوية يعني هي المشاعر اللي نحسوها في حياتنا اليومية سواء كنت زعلان فرحان قلق متوتر، لما تمر بموقف صعب أو أحد أسألك يعني في علم التنمية البشرية كيف نقدر نحن نسامح هذا الشخص. فكل هذه التفاصيل حتكون معنا مدربة الوعي والحياة بشرة سلامة، مش عارف هي معنا أو لا على الخط. بشرة معنا؟ ما زال مش معنا لغاية أكيد حتكون معنا بشرة. أعتقد يعني موضوع التنمية البشرية موضوع مهم جدا، يفعل من مهاراتك الحياتية، يخليك مرتاح، تعرف كيف تتعامل مع الشخص اللي قدامك، تعرف كيف تتعامل مع عائلتك، تعرف كيف تتعامل مع نفسك بالدرجة الأولى. صح بالضبط، يعني إن حتى أصلا لما تركزي تبدي في حاجات معينة مهمة في الأحياء ما عادش أنا من وجهة نظري هي توه أكيد بشرة حتنضم وتوضح لنا الموضوع بشكل أكبر وبطريقة علمية يعني، لكن أنا في رأيي إن البنادم لما يبدأ مشغول في شيء معين مركز على حياته ما يهماش ما عادش حيبدأ منساق وراء المشاعر هذه. إن يعني هي المشاعر كيف تجي مثلا أنت تكلمت على واحدة المشاعر مشاعر الغضب مثلاً. الغضب كيف يجي؟ أنا لما نبدأ مركز معاك وشادلك على الوحدة انه لا والله عبير ده عبير والله قدمت الخبر وما شبحت ليش معناه اني خلاص حرجت منها وكي، فهيك نبدا مركز معاك. لكن لا، هي الاحياء ان بنادم يشوف لنفسه يفرض ان يسبق النيه الطيبه مع الناس الثانيه وهيك هيك بالعكس انه تعيش بسلام وحب وبامان. يعني احنا توا في زمن محتاجين الى السلام. صح. السلام يبدا من انفسنا، يعني لما صح. زي ما قلت انت تتغاضى عن امور معينه ربما بالضبط. تكون سطحيه ربما انت في نظرك هو مش تتغاضي لكن في نفس الوقت افرضي حسن النيه فانه مش ديما تبدي لا الشخص يبدا يفكر هيك دماغه يرفع ويجيب زي ما نقولوا. هي الاحيان في الحياه امور اهم بصراحه من هذه بالضبط. الامور لكن يعني بشرة اليوم حتكون معنا وحتحكي لنا أكثر على كيف تكون أو نحول هذه المشاعر اللي هي المشاعر هي مش سيئة لكن هي طبيعية زي ما نقوله إلى طاقة إيجابية إلى مشاعر إيجابية، كيف نقدر نتعامل مع بعض بشكل أفضل حتى نقدر ممكن يكون تواصلنا مع بعض أكبر يعني. صح. لحد ما يجهزوا بشرة لأن شكل اليوم في مشكلة في الاتصالات، خلينا نطلعه فاصل ونرجع نكمل تاني. حنعرفوا معلومات قيمة جدا لأول مرة حنعرفوهم في برنامج شارعنا القديم في الموسم الثاني. ممكن نقضي على الوباء مع بعض، اقعد بالبيت، غسل ايديك، لا تخالط ولا تسلم مع حدا، نلحق على البوس، ان شاء الله تضلكوا انتوا واهلكم واحبابكم بامان. Stay home.
عليكم مرة جديدة. حنستقبله على طول مدرب حياة ومدرب تنمية بشرية بشرى سلامة. مساءك سعيد بشرى. مساء الحال. مساء الأنوار على جميع المشاهدين. مرحبتين بك. وكيف حالك اليوم يا بشرى؟ مرحب بك. الحمد لله. كيف حالكم؟ الله يسلمك يا رب. اليوم اخترنا موضوع زي ما نقول مع الشاعر. نسمعه فيك يا بشرى. تسمعي فينا؟ تمام. اليوم اخترنا موضوع المشاعر اللي زي مثلا زي ما نقول التوتر او الغضب او القلق الزائد عن اللزوم. في البدايه هل هذه اشياء طبيعيه ولكن هل هي يعني زي ما نقول مفتعله منا؟ لا، هي طبعا من الطبيعي ان الانسان بتمر عليه مشاعر مختلفه في اليوم، سواء كانت حزينه او يعني مقبوله او غير مقبوله. بس الخطا وين؟ انه هو في استمراره في الشعور بهذه المشاعر مده طويله والمبالغه في رده فعل تجاه هذه المشاعر. يعني اوكي، صار موضوع مثلا عفلقني، من حقي اني نتعفلق، لكن ما نقعدش عاد نتعفلق يعني يوم ويومين ونقعد عاد نقصر. ما ياخذش وقت طويل قصدك؟ ايوه، ما ياخذش وقت طويل. وفي نفس الوقت ما تكونش في رده فعل عنيفه، يعني ما تصرف خاطئ وكلام مش باهي. لا، لازم الانسان يكون مسيطر على غضبه. السيطرة على الغضب. طيب بشرى، كنت نتناقش مع عبير قبل شويه في موضوع ان المشاعر بشكل عام هي كنتيجه لان البنادم مركز مع غيره باكثر من اللازم، يعني في غالب الاحيان، طبعا مش في كل الاحيان الموضوع هذا، لكن انه هو يبدا مركز مع غيره وشاد على الوحده. لو دار غلطه خلاص راح يغضب منه، لو دار موقف ما عجباش حيزعل منه وربما يقاطعه، فلانه مركز. هل النظريه هذه صح ام موضوع المشاعر وتقلبها هي حاجه طبيعيه ولازم ما تصير، يعني سواء حاولنا من بعدها او لا؟ شوف، الإجابة بتاخذ شقين. باهي بالنسبة لتقلب المشاعر اللي هي تعتبر المزاجية، يعني في اليوم هذه نتيجتها مشاعر متخزنة عندك في مشاعرك اللي هو يقولوا لها كبت المشاعر، أنت مرات مش واعي بها، يعني ممكن من مدة طويلة هلبة، ممكن من موقف شديت في نفسك. بس المشاعر هذه ما فيش حاجة وتمشي تو تنسى، لا هي مش موجودة. كل شيء لازم نتعامل معه، لازم نتعامل مع مشاعري اول باول، مش ما تصيرليش المزاجيه. ونرد من النوم مرات ونقول خير من يوم متعفقه، شنو في؟ كان في حاجه صايره. الحاجه الصايره هذه قديمه وانت ما عالجتهاش، فطلعت لك تو، هذا علاش حسيتها تو. موضوع المعالجه ايه، موضوع المعالجه بشرى، يعني عفوا منك، يعني اعتقد يتطلب مش منك انت بس، حتى من الناس اللي حواليك او اللي ممكن كنت متصادة معاهم او شيء. فهل هو مع الناس ولا من نفسك؟ هذا مفهوم خاطئ. اوكي. لا، هذا مفهوم خاطئ. يعني قال سبحانه وتعالى: عليكم بانفسكم. ما يهمناش عاد انت تعالى شد بهني قول انت مش باهي وانت كلمتك مش باهيه. لا، هذا مفهوم اجتماعي، خلق المجتمع. بالضبط. المفروض ان اني نتصرف مع مشاعري، نتصرف مع دباتي، نعالجها ونخلي روحي في وتيره او دبدبه طاقيه نقيه، فبالتالي الناس هذه كلها ستسقط من حياتي. ما عادش يجي حد يستفزني، اي حد يستفز حد، لان يعني انا تو انت مثلا انت استفزتيني انا، ولا يبدا المشكله فيا انا، كامنه فيا انا، انا نجي نسال نفسي علاش يعني استفزتيني، مش نجي اللوم عليك. هذا تفكير بسيط، وعي بسيط، يخليني نلوم اللي حواليا وكانها شماعه وكاني نقول انا بريئة. بس هذا غلط بشرى. بس هذا غلط صح؟ ايه طبعا، ما نلومش اللي حواليا، ديما تشوفي نفسك ولا حتى تلومي نفسك. القصه هي علاج، شوف علاش صار معي الموقف هو. انا شن حسيت؟ مثلا لما انت قلتي الكلمه الفلانيه انا حسيت بضيق. نجي نقول علاش حسيت بضيق؟ هل لانني كنت مثلا صورتي نبي تطلع كويس قدامها؟ هل انا مثلا لان كنت نبي تقدرني؟ نجي ننتبه، انا ما فيش مفروضات على الناس. لا باس اني نقول عن فلانه نبيها تقدرني وفلان يقول لي، من حطها القوانين هي؟ هذا قوانين المجتمع. قلتي المجتمع بالضبط. طيب، ولا حتى والدي، يعني والدي احسنوا تربيتي بارك الله فيهم الى سن معين. يا ستي نقول لك 16 سنه، خلاص
وغلطوا حتى ولو غلطوا نحط لهم الاعذار انهم اخطاوا مثلا في تربيتي مساكين قله وعي ما عرفوش يتصرفوا جديد في هذه التجربه لكن انا ما بقعدش حياتي كلها وليد لوم فيها وكلنا بنقول باش ندار طيب يعني خلاص اي التركيز مع الناس وتاثير على تقلب المشاعر بشكل عام النقطه هذه احنا كنا حنتكلموا فيها قبل شويه ما هو قلت لك هو تقلب المشاعر مش نتيجه التركيز على الناس ايه هو يتهيأ هذا الجانب الاول هو يتهيأ لك لكن هو في الاصل كل شيء كامن فيه انا هو الانسان هدايا عباره عن مجال طاقي اللي هي يسموا فيها الهالة اللي هي الدبدبة كل إنسان هيك يعني أنا دبدبة واللي قدامي دبدبة لما أنا دبدبة فيها شك وكرة وحسد وشحن فبالتالي أنت لما بتوقف قدامي بتعاملني بطريقتي وهذا على تلقى واحدة تقول لك مثلا فلان هذا عصبي معايا أنا لكن على الناس ما شاء الله عليه زي بس من غير في وجهيني ما هو أنت عندك الدبدبة هي لازم يعاملك هيك بشرى اعتقد يعني كنا نبدل نهدرز انا وياك على التسامح يعني من خلال كل هذه المشاعر زي القلق زي التوتر زي الحرج او غيرها من المواضيع هذه التسامح وين دوره في هذا في كل هذه المواضيع؟ التسامح طبعا القصه ان الناس مش فاهمه التسامح صح يعني يجيني يقول لي دارت لي دمرت لي حياتي نقول لها سامحيها يعني تقول لي لا كيف؟ نبدأها تذوق من المر ماني ذقتها ولا ماني قدرش ولا الألم كبير التسامح مش معناها إن أنا نمشي نكلم الشخص هذا ولا معناها إن أنا نفقد حق يعني عليه يعني يقول يا ربي خلاص سامحه لا هذه كدرجة عالية اسمها العفو والعفو عند المقدرة واللي يقدرها هذا جزاء كبير بس أنا التسامح هو شنو هو إن أنا الذكرى هذه بطاقاتها السلبية نحيها من على كتافي من على هالتي ونطلقها بعيد بحيث شنو يبقى عندي مجال لدخول أشياء أخرى في هالتي شوفي نفهمكم حاجة الإنسان هدايا هو قلنا مجال طاقي هو سعة طاقية لما أني هالتي هدية معبية أني نتشن على فلانة واخذة خاطري من هذيك ونتشن على هذيك ومتعفجة من هذيك لما تجيني مثلا خبر سعيد أو فرصة سفر أو فرصة شغل طبعاً تسبح في الفضاء اللي هو قدامنا تمام بتجي بتخش في مجال الطاقة ما تجيش مكان وانت تخش واني معبيات أشياء غير جيدة مليان كل فرح ملقاش مكان نعم أيوة فرح ملقاش مكان فأني لازم ديما ننظف نفسي على خاطر نفسي باي أنا سمحت فلانة هل أنا توا لما سمحت معناها هي خلاص سقط عليها الحق العام لا في عدل إلهي طبعاً أول حاجة اللي بينها وبين ربي هذا هي لازم تتوب عليه. تمام. يعني أنا خلاص بمجرد ما سمحتي لها، ثاني حاجة معلش أبي سمحت. لا أكيد اتفضل. ثاني حاجة في حاجة اسمها حق لازم تاخذه في الدنيا. اللي هو؟ نفس الأذية اللي أنا حسيتها منها نفس المشاعر السيئة لازم تحسها هي بأي طريقة كانت. مش لازم بنفس يعني حد نفس اللقطة حتى ولو كانت بلقطة مختلفة لكن المهم إن هي لازم تحس نفس الأذية هذا عدل إلهي فيعني مسامحتي للشخص بيقعد عقابة عند ربي وفوق من هيك بيقعد عقابة في الدنيا إلا لو هو تاب وجي واعتذر منه كذا كموضوع ثاني صح مسامحة لي مش للشخص صح باهي لو جينا تكلمنا على ترويض المشاعر يعني اليوم مشاعر خاشة بعض زي ما كنا نتكلم قبل شوية البنادم يمر ب أكثر من حالة وأكثر من مزاج يعني مش ربما حتى في اللحظة الواحدة تلقين متقلب خاصة الناس المتقلبة ومتعودة كيف البنادم ممكن يروض مشاعره ويقدر يتحكم فيها ويدير عليها كنترول بشكل إنه خلاص هو اللي يقدر يسيطر على كل شيء شوف هذا يجي دور الوعي اللي تنادي به التنمية البشرية شنو هو الوعي؟ الوعي ينقسم الى شقين، الشق الاول انني نوعي بافكاري، والشق الثاني هو ادراك مشاعري. اوكي انا توا تعفلقت من حاجه او انا توا جاني موضوع او جاني شعور في غضب مثلا. تمام من حقي اني تعفلق لكن ما نقدرش كتعفلقي ما نسمحش ان هو يمتد لوقت طويل، ما نسمحش ان هو يمتد للاخرين. ادع هذا الشعور يمر من خلالي بسلام. نعم خلاص صفحة جديدة الشعور اللي بعده علاش
لأن في حاجة اسمها استحقاق. استحقاق هدايا هو لما تقولي تصنعين الآن في المستقبل في الحاضر تلقي نتيجة في المستقبل، فلما أنا نبعد على وتيرة مشاعر سيئة فترة طويلة، إذا أنا نضرب في استحقاق نتاع المستقبل، إذا أنا في المستقبل بيجيني حدث سيء. نعم. أيوه، فأنا لازم نخلي نفسي في وتيرة مشاعر هادية، سلام داخلي، وهذا هو اللي نادي به الوعي. فهي مسألة وعي، كل ما الإنسان يزكي نفسه يبطل أحكام يبطل غضب ويسامح قدر الإمكان، وقتها يقدر يسيطر على مشاعره ويعرف كيف يتقبلها ويعرف يخليها تمر من خلالها بسلام. حلو بشرى، بصراحة الحديث معك شيق جدا، ومستمتعين بك ومستمتعين بكل المعلومات اللي اعطيتيها لنا بخصوص هذا الموضوع اللي أكيد كلنا مرين به. شكرا لك، كل شكر لك حياة بشرى سلامة. شكرا لك. شكرا لك. موضوع مهم، موضوع مهم جدا. المشاعر عادة يعني انت بتعرفيش تو المشاعر اللي أنا حاسة ودي حاستها عبير، الناس اللي معانا عارفين شو حاسين، فموضوع مهم. او انا اعتقد هي الخلاصه من كلام بشرى يعني ان الانسان من نفسه يبدا من نفسه وينتهي من نفسه يعني. اكيد وكل شيء بنادم بنادم لو الهي في روحها بالضبط وحاول يطورها وهيك اكيد الدنيا كلها لكل حد بروحها بروحها يعني. بالعكس في النهايه في الاخير يعني حنعيش وكلنا كنا حنعيش بسلام يعني بشكل عام. توا عبير حنمشوا لي فقرة تانية، فقرة كلاكيت اللي فيها مجموعة أخبار فنية اختارها زميلنا هاشم زهر. طبعا عبير ومشاهدينا، في خبرنا الأول اليوم طبعا هو خبر محزن، حيث انتقل إلى رحمة الله عميد الأغنية الجزائرية حمدي بناني عن عمر يناهز 77. وذلك بعد صراع مع فيروس كورونا لم يمهله كثيرا، حيث أدخل للعناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية ليتوفى هناك. طبعا اشتهر الراحل بلون الملوفة العنابي في الغناء، ولقب بالملاك الأبيض نسبة إلى كمانه الأبيض الذي يعزف عليه منذ سنوات. استطاع الراحل تطوير فن الملوف ووضع لمسته الخاصة من خلال رحلة فنية امتدت لثلاثون عاما، توج خلالها بعدد من الجوائز من أهمها وسام تكريم رئاسة الجمهورية الجزائرية. يا ربي يا ربي عينينا لحبارة، على الفنان الجزائري الكبير والقدير حمدي بناني. أعتقد بأن سواء كان إنسان أو حتى يعني الفنان ما تبقى إلا نجاحاته وما تبقى بالضبط. إلا مسيرته الفنية، هذا ما يبقى من الإنسان. صح. تحية لفنه وتحية لكل مجهوداته العظيمة اللي كانت في مجال الملوف الجزائري. أكيد عبير، طبعا الملوف الجزائري والملوف العنابي بشكل عام من الأنواع الملوف أو من أنواع الفن الأندلسي، الفن الأندلسي المشهورة واللي خلت بصمتها بشكل كبير. زي ما قلتي هو ربي يرحمه، لكن خلى بعد فنه خلى عنده بصمة حتتعلم منها أجيال وأجيال جاية يعني. خبر فني آخر، صرح الفنان أحمد سعد عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم بصرة.
طبعا تم طرح الأغنية مؤخرا على منصة يوتيوب لتصل إلى 2,000,000 مشاهدة في عدة أيام. كما تعرض سعد لعدة مضايقات بعد خضوعه لعملية تجميل وصرح بأن العملية كانت لتصحيح عيب خلقي في فكه وليس لمجرد التجميل. طبعا بصرة من كلمات مصطفى حسن وإلحان سامح كريم وتوزيع مصطفى الهيمة. طبعا يعني الاغاني بدنا نشوفه في هلبا اغاني تطلع اليوم هذه بصرة ف اسم غريب شويه انا ما شفتهاش صراحه يعني بما اننا نزل على اليوتيوب تنشوفوا هذا الخبر عليه شباب نمشي الخبر معك اخر نمشي لخبر ثاني قام الفنان رامز جلال بتغيير اسم فيلمه الجديد من هيكل نظمي الى احمد نوتردام وتم الانتهاء من تصوير الفيلم بعد توقفه في شهر فبراير الماضي بسبب جائحة كورونا وهو في مراحل المونتاج الأخيرة تمهيدا لطرحه في السينمات. طبعا تدور أحداث الفيلم على صحفي يعاني لنحافة أو يعاني من نحافة شديدة ويحاول حل مشكلة النحافة في المجتمع بمساعدة عدد من الأطباء في قالب كوميدي. الفيلم من بطولة رامز جلال وخالد الصاوي وغادة عادل ومحمد لطفي ومن تأليف لؤي السيد وإخراج كريم محمود. يا ريت من على الخوش. يا ريت من على الخوش. يا ريت من على الخوش. هيك يعجبكم وليك يعجبكم الصحة. دائما الواحد لكن يعني فكره جديده من زاويه مختلفه ديما قبل كوميديا ايه وقبل ديما كل المواضيع اللي تطرح هيك ان حد سمين ويبي يضعف ونشوفه في المشاكل بتاعها طب انت تبي تسمع انا بدي نضاف ايه انا بالنسبه لي الفيلم هذا حيكون يمثلني وبشده وبقوه. خبر اخر بعد اعلان النجم دانيال كريغ على ان فيلم نو تايم تو داي سيكون اخر افلامه في شخصيه جيمس بوند. طبعا انطلقت تكهنات والترشيحات للنجم الجديد الذي سيخلف دانيال كريج في لعبه شخصيه أو في لعب شخصية الجاسوس الأشهر في عالم السينما. وكان النجم البريطاني توم هاردي هو صاحب أعلى نسبة أو نسبة ترشيحات مع إشاعات تقول بأن استوديو مترو جولدن ماير قد بدأ فعلا في التفاوض معه. طبعا أيضا تم طرح اسم هنري كافيل نجم أفلام سوبرمان ومسلسل ذا ويتشر وذلك بعد أدائه الجيد في فيلم الجاسوسية ذا مان فروم أنكل. نشكر طبعا كل الشكر زميلنا هاشم الزروق على إعداده لهذه الفقرة الفنية وكل جديد عالم الفن. أكيد عبير طبعا كل يوم عندنا أخبار مختلفة في الفن وهيك فهينا أو قاعدين نشوف في أخبار جديدة وقاعدين نشوف شو قاعد يصير حتى لو كان مفيش سينمات أو مفيش إنتاجات كبيرة لكن ما زال في أعمال لسه شوية إيه بالضبط يعني كل يوم الإنتاجات ما تخلصش يعني. حنمشوا لفقرة أخرى ومن أخبار الفن إلى الوطن وملمح جديد من ملامح بلادنا. فقرة ملامح ووجهتنا اليوم حتكون في مدينة بني وليد وتحديدا إلى معرض للمقتنيات الشعبية. المعرض لا تديره جهة حكومية أو خاصة بل تمتلكه وتديره الحاجة فاطمة ميلاد. الحاجة فاطمة اشتاقت للماضي بكل تفاصيله وذكرياته فحبت أن تسترجع ذلك الزمن الجميل بإقامة معرض للمقتنيات القديمة اللي كانت قديما جزء من تراثنا وثقافتنا. مرسلنا الناير اليعقوبي زار المعرض وجانا والتقيت مع الحاجة فاطمة وجبنا التقرير هذا خلينا نشوف. يلا نشوف. في مدينة بني وليد وفي معرضها الصغير بإمكانياته والكبير بقيمته كان لقانا مع الحاجة فاطمة ميلاد. تبدأ قصة الحاجة فاطمة من سنة بعد ما قررت إنها تبدأ في تجميع المقتنيات والمعدات القديمة
اللي كانوا يستخدموا فيها أهلنا زمان. وبمجهودها الذاتي قدرت الحاجة فاطمة إنها تجمع قدر لباس بي من المقتنيات، وقررت إنها تفتح في حوشها في حي اللوام معرض صغير تعرض الحاجات اللي جمعتهم. بدأت من نمت لي سنة، لي سنة ديرت مفكر فيه، من حصلت حاجة من مرام قعدت لقط نجيب من نسوان قعدت جبتها منها وقعدت نجيبها بطنية غالية. ابنتي يقول لي لو حيك تميش من لو حاج هذا خراج، هو هذا خرج يقولوا لي جيبوا في ايدي في على الواحد حطه فيه في خضر. ايوه كيف جاتك الفكره؟ كيف جاتك الفكره؟ قلت ندير بتاع بدل، وقال لي هذا يقول لي شنو شنو كنا بندير معرض كي داير نخليه وخلاص. اللي هذا يقول لي لو حي لو حي البنت وتمشي لو حاجه انا غالي علي وتهم لي خليه يقول نزيد اللقط ما هو تو لما نزيد نعبيه اللي قلبي عشان مصير ميه راح من ايام زمان مليان بالميه. ميه فيها ميه سمح مسقعه حتى وهي جاهزة جديدة فيها الرمان وفيها هذه ندير فيها ما فيش شيء قبل هذه مساكن حياتي. لا وينها الأول وينها الثاني هذه كان ضيفة مليناها وجو واحدين صوروا فيها وشربوا منها و... إيه الله كانت مليانة خدموا هذيك الهدية هذه جديدة إيه قاعد فيها البنة الواحد أحس في روحي كويسة معنا ويتي مرتفعة ونبيه ما نسمي لو حتى بق اليوم. مع الوقت قررت الحاجة فاطمة إنها توسع المعرض وانتقلت لدار أكبر في الحوش، وأصبح المعرض يستقطب الزوار. الحاجة فاطمة ترفض إنها تفرط في أي حاجة من الحاجات القديمة اللي تحصل فيهم ولو كان بالفلوس، لأنهم يذكروا فيها بأيام زمان، وهي أيام تشوف فيها الحاجة فاطمة أحسن من توا. هي كويسة والناس مهتمة بجيرانها وتواصل توا حتى لسيبهم قطعت شيء صيني. طيبة قبل خير. لا كانت طيبة قبل. قبل لا تقر وقبل لا تدير شيء طيبة العربية تقول طيب لا لما. لا كانت في الناس طيبة في بعضها. ايه 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 ذوقة ووصيلة. ايه. من تقول لا لا. ايش معاش شيء. لا لا ما فيش نسميه اللي بس. لتوا اللي فيه من قبل شباب قبل يعرفوا كيف كنت دخلي لا. ما يعرفوش. تعرف المحلات يعرفوا السكة ويعرفوا سكيمة الحمار حتى من قدام هنا حطيه يعني ما يعرفوش ما يعرفوش يجي تفرج تفرج ويعدل صور في نقلات ويمشي. اي والله غالي علي الحق. كان في الدار في فمي مشي تحولت هنا بعد قلت كسروا الصغار قال خليه ما نخليش فيه حاجة إلى فوق الصغار ما هوش عارفين فين. لا لا ما عارفش هذي فاش بكرة شنو كيف أشبه فيه كيف الشعر هذي كيف أشبه فيه إيه توا تلاقي العموديات والحال وال أي خير توا الخير بهذي والله تلاقي لا جب هذي خير شراب. شو تنصح هالشباب الصغير وهالجيل الجديد اللي خلاص راح في الحضارة راح ما يعرف شنو ينصح ينصح ربي يهدي إن شاء الله ما يعرف شيء هذي المساكين لا يدخلوا في معارض ولا لبس قديم ولا يعرفوا حتى حاجة يعني شيء كورة حاجات تلفزيونات نتفش اسماء كثرة الحاجة كثرة الدنيا كثرة ال لكن حاجات هدين ما هدين هدين غرائي دلتني بروح خيطهم تحت الشعير شدرتهم يدرفين في الشعير أهل المقلم تاعتي يرطفين فيه زوجها يرطي واحدة من واحدة من يحطها على الجمال هذه مقلم تاعت الغرائي اللي يدرفين في الشعير لو يجيبوا فيه في شباك يجيبوا فيه فيه هون هالشبكة لو انت مزال تلمديهم ايه لو نشد الجيران لان نجي من هيك بالوذي الله ينعبي لا غير ما عاش نشدت والله نحصلها حصل ايه استوفى وانا حصلت بيبورو ايه توصي انتي ها توصي كل ما ايه نلقى من حد من بر ولا من حد يقول ان دايره ما عجبوا لي حاجه قديمه دايره ما عجبوا لي حاجه قديمه يقول لي لا صارت مرتاحة في هالدار. لا الحمد لله. الله نفتح نفتحها نحبها بك بك. لا بنات اللي بناشرها. هالفن تلقي فيه العقار تلقي فيه يقول لي فتح الدعشري قلت لا في شيء ما في حتى حاجة وين نظفت نار حتى ما يحميه هدم الشرف ولا ضد ضل. ما في حاجة الحق. لفتت كان فيها ناس أجانب حتى ناخذ حتى عليه الفلوس راح. صح. قال لي هذا شبابي مني جاه هنا. قال لي كان في قلت لا أنا بفلوس اللي يتفرج يصور ويطلع. أنا بفلوس لأن بشيء قال لي متفرج عليه شفوه
انت جاك واحد بيش اللي بيعيشه؟ لا بيع لا عطنا اخي خالي سن هذا نهار خدم مني شي خدم مني غير كان جيب شويه ما جابليش خالي زيت اه عندي زوج نتاع 3 لتر هذيك انا عطيته وحده واحد خدم مني قدحها من قفا داك حتى مو شايل اي غير بالسيف هنا صار ما تخلطيش فيها لا 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 شيء لا لا ورد فيه ابدا انفرط فيه ما يبي واحد يقرب ما يبي واحد يخربها نظفها تو نزيد الربيط عليها ثاني النبات العرب البر يجيبوا لي ما زدت نبي سرز من واخر الكاب فيها وين ايه هذه اسمها الناقه شنو في الناقه وين باش ما يرضحها عشان القعود وهذه مخلاء حط فيها في الدبش هين كلهم كذا يعني هذه مخلاء حتى هي هذه مخلاة الراجل يجيب فيها في الحجر من برا هي بتاعت الراجل هذه هي هذه بتاعت النساء هذه الشمال حتى الثانية وهذا الدرب بتاع المي هذا حزام المرأة حزم به هذا الطبق الخبز والتمر هاي نقدم هذا غربالنا نسطنا هذه الشاتينة ما هاش مهمة هذه الفت يأكلوا عليها تو داير يخش وهي يحط في الخبزة هذا يمتع النحاس يطيب في الماكل اللي يم قدم مقفول النحاس داو خاص هذه الشبكة حطها في السعير وهذه دقاقة النوال للسعي دقوا في النوال هي هي هذه دقوا في النوال للسعي هي دقوا في النوال للسعي نعطش في الخبز يا زمان هذا المسد في الجرة هذا يقدر للعيش هذه صنيت الفخاص اللي يتلون الدم هي هذه مبكر هذه وهذه مبارة مبارة الأولين ما عندهم شضي هذه مبارة أول ما أدروا وهذه قربة وهذه دقوا فيه بالشحن تناك هذه زير وهذه طباخة وهذه في تورة المعصرة هي بعد الحب ايوه هذا مهراش دقوا فيه في الشعير يوم قبل هذا المركاب يدير عليه في النار هذه الخلال ينسز بها في بعض المسجد ايوه هذه حدث المراه قبل ديما هذا القرداش قالت شبيه في الصوف ايوه هذه ما لفافه المراه هذه يا شباب في البن الأقوى أيوة وهذا العقار وهذا تناك نملو به وهذا البرميل يجيبوا فيه الناس لابو في الميل وهذا الحماس شدوا هكي ويسوقوا بيها هكذا شدوا ويسوقوا هذه الجرارة هذا الدرب الثاني هذه نصيت راهي نصيت الزيت نصيت الزيت هذه كيف ترى هنا هاي اللي مرنها صحي هي ترى هديها ايوه وهذا المنجل اللي يحس بك ايه هيك وهذه المدر اللي يدروا بها وهذا المنجل ايوه كان اسم كل هني هذا الشعير هذه الاول هذه تجينا وهذا الحمل وهذا البيبورة البيبورة مالكاتي البيبورة باب الحارة هذا الفنار وهذه يضربها في الصوف هذا الصناديق الأولات وهذه يضربها في الشعير كي يضربها في الشعير وهذه الساعة ماشا هي قديمة لكن وهذه قصعة يأكلوا فيه بس العود ما هي وهذا قدح يحبوا في الحليب يحبوا فيه حليب البل أيوة. هذه يملوا في المي الأولين ويمنوا يشربوا منه هذا شرابهم قبل وهذه الطابون يطيبوا فيه في العيش وهذه الرحايا يحفوا في الشعير الحاجة فاطمة الشغوفة بالحاجات القديمة وبتجميعها قدرت انها تدير شيء لها ولمدينتها بدون اي دعم من اي جهة
المعرض بالنسبة للحاجة فاطمة مش مجرد أدوات أو مقتنيات قديمة، لكن هو عبارة عن ذكريات وأيام عاشتهم وسط ناس يتمتعوا بالبساطة والطيبة، واللي أكيد ترايف عليهم وتتمنى أنهم يعودوا. طيب الحاجة فاطمة لو كانت تشوف فينا ربي يعطاها الصحة ويطول في عمرها، وفعليا يعني الجهد اللي مديرتها تعتبر رمز كيف. من رموز ليبيا في عطائها وفي اظهارها لتاريخنا وعاداتنا وتراثنا، فتحيه ليها بصراحه. اكيد، وطبعا الشكر حتى لنايل يعقوب مراسلنا على الماده الحلوه هذه وتصويرها واختيارها، بالفعل يعني كان اختيار موفق هلبا لينا وحتى للناس اللي تتابع فينا. يعني انا فقره مهمه علي، فقره حياتنا، فقره حياتنا المنزل مملكه المراه، لكن مسكن الرجل في نفس الوقت ومكان راحته، لكن إدارتها مسألة أخرى تحتاج الكثير من الوعي والتخطيط، وهذا الموضوع اللي حيكون حياتنا اليوم. إدارة المنزل مفهوم يرتبط بمفاهيم الإدارة الحديثة، لكنه ليس وليد اليوم، لكن ما هي أساسياته وما هي أهم النصائح اللي نحتاجها لإدارة هذا الزواج أو الشكل السليم لأكيد حياة الزوجين؟ هنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو المستشارة الأسرية إيناس كيراد. مساءك سعيد، أهلا وسهلا بك. مساء الخير، أهلا فيكم، شكرا على الاستضافة. في الأول خلينا نسأل السؤال بشكل عام، إدارة المنزل لما نقوله مصطلح إدارة المنزل شن تعني بالضبط؟ هلأ إدارة المنزل هي إدارة كل ما يتعلق في الحياة الزوجية والمنزل كمسكن. فإذا شبهنا المنزل بشركة تحتوي على شركاء اللي هم الشريكين الزوجين والأبناء وكل أفراد الأسرة، فبيكون في عنا المهمات الإدارية الموجودة في الشركة الموجودة في المنزل، من إدارة الموارد، النفقات، كل ما يتعلق بالأكل، شراء الحاجيات، المواصلات، تأمين نظافة المنزل، وكل ما يحتاجه أفراد الأسرة بالموارد المتاحة وال يعني الدخل المالي المحدد لهذه الأسرة. يعني هل يعني نعرف بأن الأمور الاقتصادية أكيد تتحكم في هذه العلاقة بشكل أو بآخر، لكن ما هي معايير العلاقة الأساسية أو الصحيحة مع هذه المتطلبات؟ هلأ من نواحي اقتصادية، هلأ بنرجع إحنا الإدارة لنظريات الإدارة بشكل عام. هلأ إدارة الأسرة برضو بتقول إنه ندير إحنا بالموارد المتاحة لنا نقدر إنه نحصل على أفضل نتائج، يعني ندير بالموارد المتاحة بكفاءة عالية حسب الأهداف اللي بيكونوا محددينها الزوجين لحياتهم. يعني طبعا المحددات هي لما نقول على الدخل المالي بيكون في تخطيط استراتيجي من البداية، إنه إحنا في عنا هاي الإيرادات وهاي المصروفات، وكل عائلة يعني في عنا قاعدة بتقول 70-20-10، هي قاعدة عامة بتخدم الجميع، إنه 70 هي المصروفات اليومية من الدخل العام للأسرة، 20% بروح على الديون والالتزامات، 10% من الدخل يفترض يروح للإدخار، لأنه إحنا في عنا بالإنفاق والاستهلاك أنواع من المستهلكين. مثلا في عنا المستهلك العقلاني الواقعي اللي هو بصرف على قديش دخله وبواقعية، والمستهلك الاقتصادي اللي هو بصرف على قد حاجياته بالضبط، في عنا المستهلك المندفع اللي هو بس يسارع الاقتناء انه اي شيء جديد بس اكيد بيكون عنده فائض من المال، عشان هيك ما بيهمه احتياجاته الأساسية انما بس الرغبة في شراء الشيء. وفي عنا الشخص اللازم او الأسرة او الزوجين يفضل يكونوا من نوع المستهلك الواقعي العقلاني عشان يديروا بصورة سليمة وما يصير في عندهم نفقات زائدة ويوقعوا بمشكلة الدخل المحدود اللي معظم الأسر عندها إنه ما يكفيهم لآخر الشهر. طبعا احنا من ناحية الإدارة الاقتصادية هذا حنخش فيه بالتفصيل بعد شوية، يعني حتى كأساس لبناء أي مؤسسة زوجية خلينا نسموه بالمنطق هذا يعني. لكن لو تكلمنا على الإدارة المنزلية بشكل عام، يعني كل الإدارات في العالم في إدارة مالية وإدارة موارد بشرية. صحيح. اللي هي شكل العلاقات بين الشركاء زي ما سميناهم اليوم الزوج والزوجة، الأولاد، النظام الداخلي للمنزل، القواعد اللي فيه. يعني هذا هل نقدر نسموه فعليا أن هي إدارة منزلية
وكيف يكون الشكل هذا من الإدارة؟ طبعا هو الإدارة المنزلية وزي ما تفضلت النظام الداخلي إدارة الموارد البشرية. هلا في أدوار مختلفة يجب توزيع مهمات ومسؤوليات على الزوجين والأولاد كل أفراد الأسرة، لأنه اللي بيصير في الآخر إنه إحنا حكينا شراكة، فالشراكة يجب أنه تكون العلاقة اللي فيها علاقة تكاملية. إذا ما كانت علاقة تكاملية وفيها انسجام رح يكون العلاقة على شكل غير سليم، ورح يكون على شكل من أشكال الصراع مثلا أو التنافس. وإحنا بالآخر هي علاقة الزوجين، مش علاقة واحد بده يفوز على الثاني ونصر أو فوز في النهاية، لا، لأن إحنا في النهاية بالضبط العلاقة يجب أن تكون تكاملية. طبعا بما أنه هي تكاملية فالأصل فيها أنه يكون في مساواة وعدالة. المساواة لا تكون أنه بالضبط 50% 50%، إنما ممكن أنه يكون المهم يكون في عدالة ومساواة، لأن العدالة بتخلي رضا عند الطرفين، ما في طرف بيشعر بالظلم. اللي بيصير عندنا طبعا هلأ في أدوار غير كلاسيكية للمرأة، ما عادت أنه المرأة هي فقط دورها هو الإنجاب وطبخ وتنظيف المنزل وتربية الأطفال، إنما هلأ الزوجة تخرج إلى سوق العمل وتعمل مثلها مثل الرجل. فإحنا كان في عنا دور اجتماعي مبني على النوع في السابق، إنه خلاص الزوج هو بيطلع برات البيت وهو اللي بيعمل حتى يؤمن كل مصروفات المنزل والمال للزوجة والأولاد بناء الأسرة، والمرأة مكانها المنزل هي بترعى الأولاد ترعى الزوج. لكن في الوقت الحالي ما عاد هذا الدور التقليدي أو الكلاسيكي، القوالب النمطية لم تعد موجودة بسبب تغيرات الحياة واللي بنشوفه بواقعنا الحالي. هلأ في مرات الزوجة هي التي تعمل والزوج لا يعمل بسبب مثلا هجرة إلى مكان معين، هي عملها اللي بقدر هي تعمل فيه، هو بيقعد في المنزل، هو اللي بيربي الأبناء وبيقسموا هلأ المهمات المنزلية بينهم. هلا مش بالضروره انه دائما الزوجه بتنظف المنزل وهي اللي بتشتري الاغراض وهي اللي بتطبخ، ممكن انه نوزع هاي الادوار بيننا. المهم في الاصل انه يكون في تحمل مسؤوليه، ما يكون في اعباء مناطه لطرف والطرف الثاني اعباءه كثير اقل، فهون احد الاطراف بشعر بالظلم، من هون بصير في عندنا عنف اسري او خلافات اسريه. مزبوط. في نقطه مهمه ممكن من المهم ان احنا نشير لها دكتورة، بأن أحيانا يكون الزوجين سواء كان المرأة والرجل كل واحد في عالم يخص به، كل واحد يغني على ليلى، ما فيش توافق أفكاري، ما فيش خطط واضحة، وهم في نفس هذه الخطة، كل واحد ربما عنده خطة معينة. كيف يكون التصرف هنا أو كيف تكون شكل الحياة وكيف ممكن الواحد يتفادى هذه الأمور؟ هلا بالتأكيد إحنا في بداية الحياة الزوجية إحنا في أن طرفين جاءوا من بيئات مختلفة، وطبعا هاي البيئة تنشئة اجتماعية مختلفة تعتمد على موروثات عائلية معينة، مكان دراسة و فهاي الاختلافات أكيد في البداية بده يكون في خلافات بين الطرفين. هلا بالتأكيد في عنا مهارات يجب أن يكتسبها الطرفين لحتى نقدر إنه نوصل للانسجام وعلاقة تكاملية اللي حكينا عنها. هلا أول شيء لازم يكون في عنا صراحة وتصارح ومكاشفة بين الطرفين. هلا اذا انا بتضايق مثلا من زوجي في شغله ما بكتمها وما بحكي ان انا زعلانه وباخذ جنب، لا، لغه الحوار لازم تكون موجوده، نقعد نسمع بعض، لان احنا الخلافات عاده تنشب انه بصير مشكله كل حد بيروح بجهه وزعلان، فبيجي طرف ثاني اللي هو مستشار زواجي او طرف ثالث من العيله ممكن يقعد معهم او يسمع للطرفين بعدين يقرب وجهه النظر، انه انت ما فهمتي هو كان قصده هيك، انت ما فهمتها هي قصدت شيء في مصلحة الطرفين. فهو لما نقعد احنا ونسمع بعض ونعطي بعض هاي الفرصة يكون في لغة حوار مشتركة، كثير بتقرب من وجهات النظر، لأنه في النهاية الاثنين هدفهم إنه بناء بيت سعيد وصول للسعادة والتفاهم ومصلحة واحدة للطرفين لبناء أسرة سعيدة. طيب قواعد إدارة المنزل بشكل عام نتوقع يعني بحسب ما تفضلتي حضرتك من بداية الحديث لتوا إنه هي الأساس اللي حيبنى عليه كل شيء. فأنا هنا بنسألك من أمتى تبدأ مرحلة الإدارة أو وضع أسس إدارة المنزل؟ هل من أول يوم زواج أو الموضوع يبدأ من قبل هيك بفترة مع بداية المسؤولية؟ هو يفترض صراحة من بداية التعارف، لأن إحنا دائما بصير عندنا المشاكل إنه في الخطوبة كانت الحياة سعيدة وردية وفي الزواج اصطدموا بصخور الواقع. طبعا هو اللي بيصير انه بالخطوبه بنكون بدنا نعيش بتعرف الطرفين على بعض، فهاي الفتره حلوه اكيد وباكتشاف كل شخص للثاني،
لكن هم بنسوا انه في مسؤوليات كبيره عندهم ما بعد الزواج، عشان هيك في دول كثيره بيعملوا كورسات وورشات تدريبيه للزوجين المقبلين على الزواج لمعرفه ما هي المهمات والمسؤوليات اللي راح تكون مناطه بهم بعد الزواج، لانه طبعا هو مسؤوليه المنزل مسؤوليه كبيره جدا، والمشكلات اللي بتصير انه بيكون كل طرف شايف الحياه جميله وما بيعرف انه عليه مسؤوليات كثير كبيره ما بعد الزواج، خصوصا اذا صار انجاب سريع، فهم لازم يخططوا انه هل الزوج والزوجه حيكونوا بيعملوا الدخل المتوقع، متى بتوقعوا انه يكونوا جاهزين لانجاب طفل وتحمل مسؤوليه هذا الطفل، لانه الطفل في بدايته بيدخل سعاده كبيره على الزوجين وعلى الاسره الكبيره مع الاجداد والاسره الممتده، لكن بعد شوي بينقلب هذا هاي السعاده لحمل كبير عبء انه احنا مش قادرين، الوقت ما في وقت لهم اثنين يكونوا مع بعض او يقدروا يتحاوروا ويقضوا الوقت اللي كانوا هم يقضوا مع بعض بالسابق، وبصير في مسؤوليات كبيره من ناحيه اعباء اقتصاديه تربيه. وهون كمان لازم ناكد انه غير انه لازم يبدوا يخططوا لهي الامور قبل الزواج فتره الخطوبه من وقت التعارف، لانه في كثير مرات انه مثلا بتكون هي بتعمل بعد الزواج بقول لها لا ما تشتغلي انا دخلي يكفي، لكن دخلك يكفي بس لامور محدده، مش لو احنا بدنا نعمل امور ثانيه نتوسع نشتري بيت نسافر. فبس هو بيصر على هذا الشيء، فحلوه المكاشفه والمصارحه منذ البدايه، انا بقبل انك تشتغلي بقبل انه أكيد عملك يكون بهذا الاطار للساعه كذا، هاي الامور كلها لازم يرتبوها ويتفقوا عليها عشان يوصلوا للانسجام والتوافق المطلوب بعد الزواج. بصراحة جائحة كورونا لابد احنا لازم نشيرها في هذا الموضوع بإعداد متغيرات الحياة كثيرة ومشاكلها كثيرة، كيف تتعامل خاصة المرأة مع هذه الجائحة؟ ربما الأمور الاقتصادية نعلم مع هذه الجائحة، يعني لو تشرحين الوصف بشكل عام. هلا احنا حكينا على أنواع المستهلكين، حكينا أنه المستهلك الأفضل يكون الزوج نوعه هو مستهلك عقلاني واقعي، لأنه هون بيكون قادر يكون عنده ادخار يفترض ويقدر يدبر حاله في وقت الطبيعي وقت الأزمات. هلا وقت جائحة كورونا هي وقت أزمة، هي أزمة وأزمة قد يعني طالت وإن شاء الله أنها لن تطول لمدة أطول من هيك، إن شاء الله أنها تنتهي قريبا. أثرت مو بس اقتصاديا، هلا أثرت اقتصاديا بالتأكيد، إنه في ناس كثير فقدوا أعمالهم، في ناس كثير نزل دخلهم إلى النصف أو إلى تأثروا كثير، فبالتالي أثر عليهم إنه المصروفات، في ناس كثير ما قدروا يحطوا أولادهم مدارس زي ما كانوا متوقعين او في السنوات السابقه، اختلف كل الامور بالنسبه للناس، حتى الامور الصحيه صاروا ياجلوا يهملوا علشان هم قاعدين بس بصرفوا على الامور والحاجيات الاساسيه فقط اللي هي الاكل والشرب السكن، واكثر من هيك مش قادرين يتعدوا. طبعا الانسان لازم يكون هيئ نفسه انه هو ممكن يتعرض لازمه في اي مرحله مراحل حياته، طبعا هي صعبه، عشان هيك احنا بنلجا انه بأنه هي الوضع عام على الجميع، فأول شيء الإنسان بده يكون عنده تقبل لكل شيء بحصل معه. بالتأكيد أنه هاي صدمات بتصير للزوجين، خصوصاً إذا كانوا بداية حياتهم فقدوا عملهم، لكن في النهاية لازم يكون إنسان في عنده نتحلى بالإيجابية حسب أنه علم النفس الإيجابي، مثلاً بالأمل أنه الأمل بالمستقبل أنه هاي الأمور رح تتعوض فترة وأزمة وسوف تمر، بعدين رح نطلع عليها لورا ونقول انه كانت هاي الايام ان شاء الله ما ترجع، في مستقبل قادم ما يصيبنا احباط واكتئاب ونستسلم للواقع، نضلنا نفكر في ايجابيه، وهاي اللي بيساعدنا فيها الامور الروحانيه، يعني مثلا التامل، سماع الموسيقى سوفت ميوزك، يصحى الواحد الصبح بكير مثلا وقت صلاه الفجر ويعمل تامل، تنفس، تمارين التنفس كثير مهمه، هاي الامور بتساعد انه الراحه النفسيه ونقلل التوتر، نقلل التوتر والمشاعر السلبيه الموجوده. طيب لو تكلمنا على واحده من الستيريوتيبس او الصور النمطيه المتعلقه بالمراه، زي ما كان في صوره نمطيه على المراه ان هي بس اللي بتجيب اولاد وتقوم بامور البيت، في نفس الوقت في صوره نمطيه متعلقه بالمراه ان هي الشخص المتطلب في كل علاقه. صحيح. يعني كل بنت كل بنت لا بس فعليا كل بنت يعني تقريبا الصوره النمطيه اللي ماشيه ان كل بنت حابه تطلع وتتزوج وتطلع من بيت اهلها عشان تطلب شو ما بدها، ويعني هذه الصوره اللي اول شيء كيف ممكن نتعامل مع الصوره هذه ونقاومها، وفي نفس الوقت بالفعل في بنات هذا تفكيرهم بالاساس،
هذا مستحيل يفوتوا بعلاقة زوجية وتنجح، مش بالضرورة أن هي ما تنجح، لكن إيه؟ لكن في الأغلب أن هي ماشية للفشل. يعني شو نصائحك للشريحة هذه؟ هلا زي ما حكينا انه العلاقه يجب ان تكون تشاركيه وفيها انسجام وتكامل. هلا احنا الصوره النمطيه هاي لانه منذ الطفوله احنا كيف بنربي البنت والذكر والانثى، احنا بنطلعه للذكر الطفل الذكر انه يلعب برا بالدراجه بالبايسيكل، يلعب بالهواء الطلق زي ما بده يركض، والبنت لا هي بتلبس فستان حلو بتمشط شعرها على المرايه بتطبخ، احنا هيك ربيناهم. فبالتالي هاي التربيه والتنشئه الاجتماعيه هي اللي بتوصلنا لهي الصوره انه هي بس بدها شيء جاهز تلبس وتلبس ذهب وكون شو كل شيء عندها. لكن لو احنا ربينا الطرفين انه انتم بتتحملوا مسؤوليه ومتشابهه مش مبنيه على النوع الاجتماعي بالتساوي بالضبط، هون احنا بالاخر هي بتدرس وبنفس التخصصات بدرسها الطرفين الذكور والاناث وبيعملوا باعمال زي بعض. بالعكس احنا اللي صاير عندنا انه مرات الزوجات بتعمل اكثر من 14 ساعه باليوم، هي مراه عامله خارج المنزل، بترجع هي تطبخ، بترجع هي بتدرس ابنائها، بتنظف المنزل. ومرات الام العامله بتشتغل 65% من الاعباء المنزليه والرجل الباقي. فهو احنا ما بنقول لازم يكون 50-50، اكيد هو بالاخر لازم يكون في شعور بالرضا. إذا الزوجة راضية ومرتاحة ومش زعلانة وشايفة إنه زوجها بيقوم بمهمات أخرى كتير منيح، في عدالة، وهذا بيؤدي إلى الرضا وعدم الشعور بالظلم. لكن إذا كانت تشعر إنه أنا مش مرتاحة، أنا بعمل كل شيء خارج المنزل وداخل المنزل، هون العلاقة ما رح تكون سليمة ورح تؤدي إلى خلافات ولا عنف أسري ومنزلي. فبالتالي يجب أن يتحمل جميع أفراد الأسرة من إناث وذكور المسؤوليات ونوزع عليهم الأدوار وكل حدا يتحمل المسؤولية. الأطفال بتحمل مسؤولية من عمر 3 سنوات، برضو هذا خطأ على الأم، هي بتحمل حالها أعباء كثيرة أنه هي بتعمل كل شيء لأطفال. هلأ هو من عمر 3 سنين بقدر أقول له رتب غرفتك، بس أعطيه المهمة بشكل واضح، أجزئ المهمة أنه ضع حذائك بالمكان المخصص وفرجيه وين ملابسك، بعلقهم بالطريقة هاي السرير. يعني أنا بعطيه المهمة بشكل واضح وبشكل مجزأ بحيث أنه بيعملها وبشكره عليها وبمدحه وبعززه، فبيكون متحفز انه كل يوم يتحمل المسؤوليه اللي عليه ويقوم بالدور المنوط فيه كطفل. صراحه موضوع مهم اليوم ناقشنا معك دكتوره ايناس. لو نصيحه اخيره حابه تنصحي بها كل اللي يشوفوا فينا الان، يعني انا اهم نصيحه هي انه يكون في تواصل بين الزوجين، يكون في صراحه ولغه حوار، يتحلوا بصبر، لانه مش ضروري الحب باول الزواج انه رح يروح، لا مرات الحب بيكبر وبقوى بعد 3 سنين 5 سنين، في ناس بعد 10 سنين من الزواج. فحلو انه نضلنا محافظين على علاقه ايجابيه ويكون بناتنا حوار مستمر علشان نقدر نحل مشكلاتنا دون تدخل اطراف خارجيه. جميل، شكرا لك. شكرا كثير لكم. شكرا، اشكركم. استنا بالفعل كانت نصائح مهمه وكان موضوع شيق لنا، خاصه الفتره هذه نعاني من مشكله عدم اداره المنزل يعني بشكل سليم من الطرفين، يعني سواء كان من الرجل او حتى من المراه. شكرا جزيلا لك. طبعا احنا نبغوا نمشوا لجوله جديده في الاسواق، فقره معاكم، وحنشوفوا سوق الخضره واللحوم والفواكه اللي جابه لنا مراسلنا طه مفتاح من مدينه درنا. خلينا عندنا خيام مدينين ظل غادي هناك، حطونا على الشيء البنزينة، اهو البنزينة، صور انت بروحك البنزينة، اهو تنوك البنزينة، خطر في خطر، وين المسؤولين؟ اهو تنك البنزينة، اهو خزازين، معقولة سوقي قاعد فيه يلا 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 خزازين بنزينة؟ وهذين الموجودات حطينا في شمس خضرة، هاي خضرة في الشمس قاعدة، خضرة موجودة قاعدة في الشمس. نوجه المسؤولين والبلدية والمسؤول واللي تكلم والحرس، هذا نوجه لهم كلهم النداء، كان في مس نقول لهم وفروا لنا مكانات نبيعوا فيه، نحن اللي بيين نبيعوا فيه، ما في شيء اي حاجه، قاعدين في الشمس ويلا شيل تنوكا يلانا بنزين معبيات بنزينه، في خطر قاعده. غير مستقره الاوضاع، في ارتفاع خاصه لما ينزل المرتبات، رغم ان المواطن يعاني من شح السيوله هذه، ما في السيوله هذه منتهيه بالكل، نمشي تحويل 25% 27% المكاتب بتاع تحويل السيوله، بينما ان متوفره فيه الفلوس، بينما ان المصارف ما فيهش فلوس، واسعار
واسعار الخضروات لما ينزل مرتبات طبعا في تزايد. برنامج طبعا برنامج الفندق الاسعار ونيل الاسعار اللي جوا يختلف عن الاسعار اللي برا. اللي جوا متحكمين فينا التجار من برا. ونحن صفتنا ان نحن متواجدين هنا ان الاسعار مش بيدنا. الاسعار نحن متواجدين هنا على نظام النظافه، البطاقات الصحيه، عماله المصريه شنو؟ وبرنامج قصة اللحوم ان كانت من قبل 47 و45 وصلنا عند 50 جنيه. توا حاليا 30 جنيه يعني في، لكن نقولوا نحن ان شاء الله ينزل اخر اقل. برنامج السوق ان كانوا لورا، اللورا هذا نظام باركي. نحن فعلا حولناه من قبل ما باركي يدرسوا فيه السيارات وحولوهم برا، حطوهم قعدوهم بارواحهم برا، حتى قلنا لهم اقعدوا جوا، هم بارواح مواطنين ما باش يقعدوا جوا. اما يقعدوا برا خيره. واللي برا ارخص من اللي جوا بواجد، يعني فرق. برا طماطم 50 قرش جوا يبيع فيه بجنيه ونص. الخيار جوا برا بجنيه جوا يبيع فيه بثلاثة جنيه. يعني المواطن هو متريح معاه اللي برا، وانت عدي بحد الزحمه بروحها، الزحمه اللي برا اكثر من الزحمه اللي جوا. بالنسبه لاسعار الخضروات يعني في متناول جميع المواطنين، يعني اسعار معقوله ونقدر نقول رخيصه، يعني اسعار الخضروات بالكامل يعني. لكن الاشكاليه اللي تواجه المواطن اليوم اصبحت في المصارف وفي الرواتب المتاخره وفي نسبه التحويل العملات اللي مقابل الدينار الليبي هي اللي مرتفعه، وشاهدنا ارتفاع اليوم غريب بكل، اللي هي وصلت اليوم النسبه مو بكاش 32%. اما التحويل العادي اللي هو مقابل الدينار الليبي تاخذ المواطن ياخذ راتبه ويمشي يحول في مصرف الجمهوريه ولا التجاري ولا الوحده يلقى تحويل من 24% فوق، يعني على 1240 على 1320، هذه مو بكاش بالنسبه للمو بكاش. فاصبح المواطن يعاني في ازمات كثيره من ضمنها نقص الوقود، نقص النافتة، الهروب الضي باستمرار لفترات طويله. هذا اياه ضياع ويسترزق على حاله، ونحن شعب متملح واكل الريح، نمشي ندور محلات وناخذ باغلى ثمن، والله هذا اياه اللي يقشر تكشير ومساعدني انا نمشي ندورها قرب ما نروحوا يحاربوا فيه عليش، خلوه يسترزق ونسترزق من وراه، نحن ناخذ حاجتنا بالراحه على قد حالنا على قد حالنا. بالنسبه للسوق الخضراء، انا سوق الودي جبيله، الاسعار كويسه، متناول الجميع، حولي فيه ب 35، حولي صغير ما يهدفش ال 10 كيلو، في حولي لفوق من 20 كيلو هذا ب 30 جنيه، في ب 25 جنيه، البقر العجل الصغير الهبرة على 30 دينار، مفروم الخارجي 18 دينار، الأسعار كويسة، لكن ما في عزوف من الوطن اللي ما عنده سيولة. يعني وضع السيولة ووضع البلاد ووضع يعني المواطن ربنا يكون في عونه. بالنسبة للأسعار ركود طبعا كتاجر فيها ركود في البيع والشراء. أساس وضع البلاد السيولة، لا الخضروات زمان كانت السعرة تو ما في السعر. بس نقول لك الحاجة، الخضرة متناول الجميع، خضرة سعرها نقدر نقول لك نبلغ لك أنها أقل مدينة من المدن الشرق دارنا في الأسعار تو، بدرجة الفاكهة فاكهتنا كلها تمشي وين للبيضة وطبرق وني ما فيش. كنا مشاهدينا في جولة داخل أسواق بلدية درنا، تعرفنا على الأسعار وعن معاناة المواطن. رب يفرج على الناس يعني. يا رب. صورة دوة. اليوم هنمشي نشوف صورة اليوم. هذه هي صورة اليوم، ربما في الحياة الكثير من الأصوات التي تعلى، ولكن تعلى في حق وفي كلمة حق وفي عدالة وفي مساواة. صورة ربما شوية مش حلوة، شنق ومش عارف شني، لكن هذا واقع يعني. بالزبط. اليوم الاختلاف أصبح جريمة بشكل عام، وجريمة يحاسب على الشخص أحيانا، برغم أن الاختلاف يعتبر ثراء عند المجتمعات الثانية. الاختلاف لازم يكون في حياتنا، نحن كلنا ربنا صلى الله سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين عن بعض، فما بالك في الكتابة وفي الرأي وحتى في القلم. فإن شاء الله يا رب دائما تكون الآراء كلها مسموعة، كلها نحترموها بشكل كبير، كل
كاتب كل رأي تكون لي قيمته وتكون لي كتاباته وتكون لي كلمته أثر في المجتمع. أكيد عبير هيك إحنا نكون اليوم وصلنا لنهاية حصتنا. نشوفكم غدوة في حلقة جديدة. إلى اللقاء.